أعلنت قناة الشرقية أنها ستسلك جميع القنوات القانونية لاستعادة حقوقها الفكرية والإعلامية التي استلبت من وزارة الكهرباء العراقية لممتلكاتها عبر إعلانها مناقصة لإنتاج برنامج تلفزيوني يتم تقديمه باسم النشرة الكهربائية، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إلا وتعيد كامل الحقوق الفكرية من وزارة الكهرباء، وستسلك جميع الطرق القانونية للمطالبة بالممتلكات الفكرية ذات الحقوق المحفوظة أصلا. وقالت الشرقية في بيان لها إن المناقصة التي أعلنتها وزارة الكهرباء لتقديم برنامج تلفزيوني هو جزء من الحقوق والممتلكات الفكرية لقناة الشرقية، وإنها تحذر من استنساخ أو تقليد أو تقديم أي عمل يشابه أو يتخذ شكلا محاكيا لها. وزاد البيان أن النشرة الكهربائية في قناة الشرقية التي تبث يوميا هي عمل حصري بالقناة، وأن أي تقليد يعد نوعا من أنواع السطو على الممتلكات الفكرية والحقوقية، وأن القناة لن تتوانى لحظة في ملاحقة كل من يضع نفسه بخانة المتورطين والمعتدين على الحقوق الفكرية للقناة وأمام الرأي العام. وكانت وزارة الكهرباء في العراق قد أعلنت مناقصة حول ما أسمته برنامجا تلفزيونيا لتقديم النشرة الكهربائية، وهي ذات النشرة والاسم الذي تقدمه قناة الشرقية في برنامج أهل المدينة اليومي والمشهور بهذه الفقرة. هذا وكانت وزارة الكهرباء قد حاولت تزويغ تقليدها لبرنامج النشرة الكهربائية الذي تبثه قناة الشرقية في برنامجها أهل المدينة، حاولت تزويغ هذا التقليد والاستلاب للحقوق الفكرية بالقول عبر متحدثها مصعب المدرس خلال حصاد الشرقية نيوز، قائلا إن برنامجها سيعنى بخدمة المواطنين وليس تقليدا بل بصيغة مختلفة. يأتي هذا التسويغ في الوقت الذي يعاني فيه المواطن العراقي من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، حيث لا يحصل سوى على ساعتين أو أقل في اليوم وأحيانا كثيرة في الأسبوع أو الشهر الواحد. ماذا نشرة تقدم مجانية من على شاشة قناة الشرقية؟ نشرة مجانية تقدمها قناة الشرقية، لماذا هذه المناقصة ولماذا هذه الأموال لباقي الفضائيات وهي مقدمة من قناة الشرقية بالمجان؟ وبالإمكان ربما أن أرادوا تطوير هذه النشرة التعاون مع قناة الشرقية لا بأس في ذلك، على يعني لكن أن تأخذ حقوق ملكية فكرية يعني في مجال الإعلام هذا يعني حقيقة عيب كبير. على أي حال سينضم معنا بعد قليل السيد مصعب المدرس الناطق الرسمي باسم ذات الكهرباء لمعرفة تفاصيل أكثر. نعم. أهلا بكم من جديد، ينضم معنا السيد مصعب المدرس الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء. مرحبا بك سيد مصعب المدرس إلى الشرقية نيوز. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بمشاهدي فضائيات الشرقية. نعم سيد مصعب المدرس، يعني قناة الشرقية كما تعلم عبر برنامجها من خلال برنامجها أهل المدينة قدمت النشرة الكهربائية لفترة طويلة يعني، والبرنامج عرف على الساحة العراقية أيضا هذا يعني هذه الفقرة بالذات فقرة النشرة الكهربائية، يعني كيف جاءت هذه الفكرة وصلت إلى وزارة الكهرباء؟ كيف فكرتم أنتم فيها؟ هل قلتم نحن أولى بهذه النشرة من غيرنا مثلا يعني؟ أو كيف يعني بذلك؟ ولماذا الاسم تحديدا نفس الاسم نفس الاسم طرح في المناقصة؟ يعني يجب أن توضح يعني بخصوص هذا الموضوع. تفضل. طبعا هو مقترح انشاء مثل هكذا برنامج كانت هي يعني مثبت رسميا في اوراق رسميه منذ شهر حزيران 2010، وحصلنا موافقه الاجتماع الذي حصل مع دكتور علي الدباغ في الناطقيه في وزاره الدوله الشؤون الناطقيه، وتم مفاتحه قناه العراق الفضائيه، وحصلت الموافقه منذ شهر ايلول 2010 على بث البرنامج مجانا في قناة العراقية الفضائية. لكن البرنامج كنا يعني بحاجة لأن يخرج بشكل يعني تلفزيوني ملائم، فطرحنا للمناقصة تعرف إجراءات إدارية ومالية كثيرة من أجل الخروج بهكذا برنامج، فطرحنا للمناقصة عدة مرات، فهي كانت هي إعادة المناقصة لاشتراك أكثر عدد ممكن من المؤسسات.